أحبائي الكرام، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى هاد الفيديوز بيوين نلقاكم في احسن ظروف. أحبائي الكرام، درت واحد الروز غزال غزال، وبحت شكيله وبحد النصيب ديالو سبيسيال كما كنقولوا زبيبون، وسهل حتى لاخر لحظه وتنوضوا تصيبوه. يعني نص ساعه كتوجدوا الفطور ديالكم او العشاء الا بغيتوا ديروا العشاء، ما كاينش المشكل. كيجي واحد الروز غزال بالكروفات وبالفلافل، كيجي شي حاجه زوينه. وكننوعوا شويه في الطبله ديالنا وكنبدلوا شويه. هادشي اللي بغيت نقول لكم احبائي الكرام، وبغيت نشارك معكم هاد الاكله. والا عجبتكم تابعوني احبائي الكرام، مرحبا بكم. السلام يلاه عليكم معايا متابعين ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الروز بالكروفات. كيجي واحد الروز غزال، وعندنا واحد الجو مخربق. انا غنخلي لكم واحد الفيديو صغير كالقاعده باش تشوفوا عندنا الجو. دونك ما كاين لا قليان لا ميني ساندويتش، لا كاين تغلاق. كاين الروز، دابا ندير الروز بالكروفات. هنا شديت زلافه ديال الروز، يعني نص كيلو ديال الروز الابيض، نتوما اختياري ديروا اللي بغيتوا. وغندير واحد المعلقه ديال الملحه، نسبقو هو الاول ونرق عليه بالماء طيب، خليه يتسلق لينا. هنا خديت واحد الزليفه ديال الجلبانه، ندير عليها شويه الماء حتى هي تسلق لينا. فوالا، كاين عندنا البرد 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 البرد، الشتا يعني من البارح في الليل ما حبست. بسم الله غادي نبداو ان شاء الله. هنايا درت واحد نص كويس ديال الزيت، هي الزيت العاديه. هنا واحد جوج تومات، يدخل لينا البقيلة ديالنا. وهنا شديت جوج بصلات، غير ماشي شولتهم، درتهم هكايا. غادي ندير واحد المعلقة ديال الملحة، ونخليها واحد 4 دقائق ونرجع معكم. هانتوما يا عيط، طيح لينا غير شوية عشاء خفيف ظريف. يعني راه عندنا حنايا دابا عندي 8 الروب، يعني 8 ونص نحطو. هنا عندي الفلافل، درت الفلافل كلها، الفلافل اللي عندكم ديروها. درت الخضرة، درت الحمرة، درت هاد لوغونج، فوالا 3 هانتوما يا، وقطعوهم طريفات هكا، ماشي مربعين، طويلين هكا. ودابا هادي غادي ندير واحد المعلقه ديال الصوجه، كيعطي واحد المذاق غزال هاد الصوجه. سيبولات الا عندكم طريين ديروها، ما عندكمش ديروا هاد معلقة. ديجا غزال المذاق، الريحة طالعة زوينة. المذاق بقى دوخني البرد، خليها واحد 4. شوفوا التلج اللي كيطيح، هانتوما شوفوا البرد. شوفوا التلج، كره واحد المنظر غزال. واخا الجوع والصيام، ولكن راه المنظر غزال. شوفوا احبائي الكرام، واللي كيعجبكم هاد المناظر هكا مره مره كتبوا لي باش نعطيكم. حيت واحد السيده قالتها لي، قالت لي اختي نعيمه ملي كديري الكوزينه بين لنا مره مره المنظر. شوفوا ونتمنى يعجبكم، ويلا معايا الكوزينه، يلا ندخلوا. بركه تبعي الكرام ديالي، رجعت معاكم. ما خرجتيش، جبت لكم الشتا اللي كاينه حتى والبرد. هانتوما تخليوش طيب بزاف ديك الفلفله، باش ملي كتاكلوها مع الروز كتجي غزاله، واحد المذاق ديالها كيجي زوين. وانا غندير واحد المعلقه كبيره ديال لاصوص طوماط، يعني جوج معالق صغار، واحد نص كويس الماء.
الكروبات راهم ديجا، حيت الكروبات عرفتي ما كياخذوش بزاف طياب. نضح شويه الماء لكاس معامر والعطريه، راه ماشي بزاف. هانتوما عندي الخرقوم، عندي السودانيه، شويه البزار، شويه الكابون، يعني معلقه صغيره ديال الخرقوم، وهنا نص معلقه نص معلقه. وهنا درت 800 غرام ديال الكروفيت، نتوما ديروا على الاختي على القياس ديالكم. كيجيو غزالين هاد الاكله هادي. مازال غادي نشوفو مع الروز، شوفو غنخليها 4 دقائق ونطفي عليها. الكروفيت راه ديجا طايبين 4 دقائق ونرجع معاكم. باقا ما كملتش 4 دقائق رجعت معاكم. شوفوا هذيك الجلبانه ملي كتسلق شويه راه ديجا في الكونجيتور ديجا كتكون عاد حطوها كتسلق. غادي نخلطها مع الرز. شوفوا ونخلي داك الرز وهاد الجلبانه تنشفوا مزيان. ونرجعوا دابا للمستبعين الكرام ديالي. الرز ها هو طاب هنايا، وهنا شديت مقله اخرى، ندير واحد جوج معالق ديال الزيت ومعلقه، وغادي ندير 4 البيضات. اللي ما كياكلش البيض ما يديرش البيض، بحال اختي راه ما كتاكلش البيض ما ديرش البيض. اللي ما ياكلش البيض يشد غير هكايا الروز ويدير فوق منه هذا الكاشير او الحكوك هكايا، شويه الملحه غير شويه، واحد المعلقه ديال الصوجا، فوالا كنحرك هاد البيض كله. صحطوني كيجي واحد الروز ديال شينوا كيجي غزال. طيب لنا هاد البيض، كنزيد اي كاشير عندكم ولا شاركوتري اي حاجه عندكم. هذا شويه فيه الزيتون، اللي ما ياكلش هاد الكاشير ما يديروش. صافي غنطفي البوطه ونبقى نهز بشويه الرز ونحرك حتى كيدخل داك البيض وهاد الكاشير يدخل ليا في الرز. الجلبانة كيجي غزال غزال غزال، كيجي واحد اللذة فيه زوينة. لاصوص صوجا في داك صافي، كنبقاو نحركو حتى كندخلو داك ندخل هاد الرز هذا هنايا ونرجع معاكم. ودابا المستبعين الكرام ديالي غادي ندوزو باش نحطو راه واحد الروز كيجي غزال ما شاء الله، كيجي زويون وسخون، وكما قلت لكم راه عندنا البرد والثلج كيطيح، دونك جي ديسيدي باش ندير هاد الغوبو زوينه سخونه وسهله، يعني ما فيهاش حتى تقريبا 30 دقيقه نص ساعه انا وجدت هاد الفطور. وبغيت نشاركو معاكم هادشي اللي بغيت نقول لكم، راه كيجي غزال ما شاء الله، لذيذ زويون، سورتو مع هاد الفلافل اللي كيتقطعو هكا والبصلة ولي كروفات وكاع الحوت تيكون زويون. وقررت نشارك معاكم هاد الفطور ديالي، هادشي اللي بغيت نقول لكم احبائي الكرام. وانا درت لكم هاد الحطة هكا كفكرة، تسرات هاد الحلقة زوينة ديال هاد الروز، راه كيجي غزال ما شاء الله. شوفوا راه كيجي شي حاجة زوينة مع هاد الكروفات والفلافل، وصيبت معاه واحد شلاضة، شلاضة ديروا اللي بغيتوا، شلاضة اللي بغيتوا ديروها، راه فخوشما كيجي غزال وسخون. واحبائي الكرام اللي ما كياكلش البيض ولا الكاشير ولا شي حاجه ما يديروش، خليه غير الروز جلبانه هكا عادي. ونتمنى لعجبكم هذا الفيديو هذا، ما تنسونش باللايكات ديالكم اللي جام لي كومونتير زوينين ديالكم، والى الحلقه القادمه ان شاء الله. مع السلامه، ميرسي بوكو.